وهنا ها الأب يأخذ السدس متى؟ عندما يكون هناك حالة اضطرار. الأب قوي، ولكن إذا وجد معه الابن فالابن إيش؟ معصب أقوى، ها؟ والأبوة تأتي في الدرجة بعد البنوة، بعد إيش؟ البنوة. ولكن نظرا لقوة الأب لا يسقط ولا يحرم، وإنما يأخذ السدس، نأخذ السدس فقط إذا وجد مع الابن الفرع الوارث المذكر. وكذا الجد لا يسقط، وإنما يأخذ السدس إذا وجد مع الابن. فإن وجد مع البنت أخذ السدس وما بقي الباقي تعصيبا. وكذا الجد إن وجد مع البنت الفرع المؤنث، طيب وحبيب ما هو ما يأخذ واجد، يأخذ النص وخلاص، فيأخذ الأب معه السدس والباقي تعصيبا. أما الابن لا، يعطي الأب السدس والباقي له، وأما البنت تأخذ النص والجد الأب أو الجد يأخذ ماذا؟ السدس فرضا والباقي تعصيبا. هذا ميراث الأب وميراث الجد مثل بعض ولا يختلفون، حتى في مسألة الجد مع الإخوة على الراجح أنهم لا يختلفون، لأن كما قال ابن عباس ليتق الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأبي إيش أبا. فالجد مثل الأب، مثل الأب، يسقط من يسقطه إيش الأب.